في منا بليت العرس نعمل عزائم، نعمل وليمة، وفي منا ناس تانية بعد ما نعمل الفرح بعد بيوم أو يومين. عادة عشائر العربية الأصيلة الممتدة على كافة تراب الوطن العربي، عادات الحقيقة ترفع الرأس، ومن أهم هذه العادات والخصال عادة الكرم، والتي أكثر ما تتجلى بوليمة العرس، حيث يقوم أهل العريس بإعداد الطعام للأقارب والأصدقاء ومن يلوذ بهم. صاحب البيت أو صاحب العرس يروح يجيب له مثلا 5 ذبايح، 6 ذبايح، 7 ذبايح، لحد أقصى نشوف شقد العزائم اللي عنده، ويذبحونها قدام أهل البيت، يعني نذبحهن ونصلخهن ونقوم نطبخ على النار وبهجدور ونقدمها بهالصياني، الصيانة اللي يقولونها النحاس. ومن أفضل ما يحصل عند العشائر بهذه العادة أنهم إذا كان صاحب العرس أي والد العريس رجل فقير، تتعاضد وتتكاتف جميع أفراد العشيرة والأصدقاء والأخوة بمساعدته، منهم من يأتي بالذبائح، والآخر يأتي بالرز، والآخر يأتي بالسكر، والآخر يأتي بالهدايا على مختلف صنوفها. لن تفترض هذه العادة بحكم التكافل الاجتماعي، التكافل الاجتماعي السائد في مجتمع، وتحديدا المجتمع العشائري هو الأكثر تكافل وأكثر تعاضد. تدرس الموضوع قبل ما تزوج ابنك وقبل ما تقبل العريس لبنتك، لازم تدرس الموضوع. ما يوم من الناس سمعنا يوم من الايام انه والله انا بدي اتزوج، هي خلاص هذا سنة حياة، ابوي يتجوز من الله، الاواصر المحبة والمودة، هذا ما عم نلاحظه نحن اليوم في حياتنا. لا والله، تفضل تفضل.